عملائنا الكرام، نحن الآن في مدينة اسمها سامسون، تبعد عن مدينة طرابزون 3.5 ساعات بالسيارة. حبيت أصور لكم إياها هاي المدينة. طبعا مدينة جدا جميلة وأحلى بكثير من مدينة طرابزون. طرابزون هي فقط سمعة، صارت ما شافوا المدن اللي بعدها. هذا أمامنا الأستاذ سباش، مدير فندق الشيراتون في سامسون. عندنا أسعار جدا ممتازة على السيستم، راح ننزلكم باكيجات إن شاء الله عليها، وأسعار أرخص من طرابزون. فيها مناطق سياحية، فيها بحيرات، فيها أنهار، فيها شلالات، فيها غابات، طبيعة، وأسعار أرخص. مساء الخير. حبيت بس المحطة الثانية أبلغكم عنها، اللي هي بحيرة اسمها بحيرة أيفوجيك الموجودة في مدينة سامسون. زي ما أنتم شايفين هاي علامة زي تعيد هولندا الموجودة أمستردام. هاي البحيرة صوركم إياها شوي تعرفوا إيش موجودين فيها. طبعا فيها مقاهي، مطاعم، بحيرة جدا كبيرة، من أجمل البحيرات الموجودة زي ما أنتم شايفين. في بجنبه كمان هنا اللي هو البازار جنب البحيرة، اللي هو فيه الملابس الشعبية والخضار والفواكه. هي قدامنا هنا الأبيض عند البحيرة. اللهم صل على سيدنا. طبعا حبيت أفرجيكم برضو اللي هو السوق البازار اللي عند البحيرة. هاي البحيرة زي ما أنتم شايفين، هاي من هون اللي هو مدخل إلى السوق البازار، كل ما تشتهي الأنفس من فومها وبصلها والفواكه والخضار. زي ما انتم شايفين نصور لكم اللي هي من احد الفنادق الموجودة على البحيرة أيفوجيك، اللي هو زي ما انتم شايفين الان ليجند هوتيل، من احد الفنادق ما شاء الله زي ما انتم شايفين، مطلع على البحيرة. هذا الريسبشن. كلها جاسن سالم تشكدر. زي ما انتم شايفين الريسبشن حق الفندق. هون الافطار. حق الفندق اللي موجود على البحيرة بالضبط. ما شاء الله. جلسات بالخارج بالصيف كمان زي ما انتم شايفين. نحن الآن في آخر محطة لليوم اسمها أموسوس تيبسي، واللي هي تلة أموسوس موجودة في مركز مدينة سامسون. فيها المقاهي وحديقة كبيرة مطلة على البحر الأسود زي ما أنتم شايفين الآن. هذا كله طبعا البحر الأسود بسبب الضباب والأمطار. ما شاء الله اليوم ما وقفت تمشي تحت كمان. وهذا المقهى كمان على اسم التلة اسمه أموسوس كافي وريستورانت.